الاخضر واللقطه الاحمر. 0-0. انت عارف السبب 0-0. بيلعب لرامي، رامي العالمي، رامي النجم عايز يشوف رامي ولا ايه؟ رامي بيلعب لايمن، ايمن بيطلع شاور ولا ايه؟ ايمن يا رامي يا ايمن، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. زي ما احنا شايفين شاور بيستخلص الكوره واحده والثانيه، خالد بيستلم، ايمن بيغير ملعب ولا اروع من كده، شاور بيقول له العب على الارض. شاوي بيلعب لرامي، رامي بيستلم ويرفع منه، يرفع وشه. ايمن وخالد بينزل يعمل مثلث، السلام عليك يا خلود، تيكي تاكا، لمسة واحدة، رامي بيلعب وش رجله، شاوي بيستلم، اتحرك شاوي ولا ايه؟ بيلعب لخلود، خالد بيلعب السهل، السلام عليك يا ايمن، ولكن شاوي كنترول سيء، رامي التماس، احمد عابد، بيستلم تاني ولا ايه؟ بيشوط متصدي من الحارس، الله عليك يا حارس يا محمد. الله ينور. زي ما احنا شايفين رامي مش الهدف الثاني يا جماعه، الهدف الاثنين، الهدف رقم اثنين الواحد. احمد عابد بيستلم الكوره، بيلعب كوره بره البوكس، لكن رامي بيستلم بيلعب كوره طويله لخالد، لكن صعب. لكن بيشوط وشوط تاني وجواب النمر وصول كابتن امجد بيبني صراحه بسيطه بتطمن الجهاز الطفل كابتن زياد الجوهر حلو.
زي ما احنا شايفين صوت العلام النجم كابتن صوت المستر لكن حاجه من الله بيكسب فاول ومهم لكن زي ما احنا شايفين كابتن عمد بيقول ايه؟ فاول بيلعب لرامي طبعا يا راجل ده عجبني قوي رامي ما شاء الله عليه بيلعب لايمن ايمن معاه الكوره ايمن بيطلع بيلعب لخالد اوصل لعبه ياخد كره الكابتن صبحي بيدافع سلام عليك يا صبحي حلو بيرجع صبحي بيستلم بوش رجله شوقي بيعمل ضغط لكن مقطوعه ايمن معاه الكوره شوقي بيستلم بيلعب كوره كده على اللاين خالد لكن مقطوعه من صبحي بيستلم بيهدي الرجل لكن بيلعب كوره طويله كده لحارس المرمى مقبول المرمى زي ما احنا شايفين التعليمات من القائد صبحي وفعلا والله ضغط وممكن يعمل حاجه لكن ولكن طبعا غياب مرسم عليك لعبه كابتن صادق شاول معاه كوره شاول بيلعب لايمن بيستلم بيطلع راوند بيلعب اسيست لكن طويل يا جماعه زي ما احنا شايفين لازم مرمى بيلعب كوره طويله زي ما احنا شايفين ديكس معاه الكرة يا حاج Thank you.
يحسب به التماس لفريق الصحاب. حتى الان فوز كريم حارس المرمى يستلم ولا ايه؟ الجمهور كل كابتن طلعت ارض لك بدايات يا نجم رغم الفوز لكن للاسف لم يحالفهم من الحظ. شكر خاصة الكابتن عم حنفي والكابتن صفصف انتهى الميكروفون لمباراة الأرض. صبح يعني معاك كورة كابتن صبح العربي النجم اللي اتشرفت ولعبت معاه في يوم من الايام. بيرجع لحارس المرمى بيزود الحارس والحارس بيزود ايمن بيستلم رامها هاتريك ولا ايه؟ بيلعب لابو الشوط الله عليك يا ابو الشوط. هوبا يا رامي ايه العقل ده يا رامي؟ زي ما احنا شايفين الكابتن مصطفى طبعا المدير الفني لفريق الاخضر بصحبه كان الكابتن الاهلي الكابتن بتاعنا والكابتن صالح قدر وشرف الاهلي الكابتن امجد الحارس العملاق العنكبوت شاوي معاك ايه؟ استلم ايمن ايمن يا سلام عليك يا فلوس بيعدي من الاول زي ما احنا شايفين فريق الصحاب هوبا كوره في نص الملعب حتى رضا بيلعب لشاوي رضا بيلعب كوره خلي الكوره بالسهل يا جماعه هيعمل ايه خلود الله عليك يا محمد منتهى الثقه رامي معاه كوره هيحط رضا جول ايه هوبا رامي لكن بلوك من المدافع زيزو تعادل يا سلام عليك يا عم ده رضا زي ما احنا شايفين تقدم من كابتن رضا ان شاء الله هيسمع حارس ولا ايه؟ خالد رابع وشوقي وهدف جميل يا شيخ اربعه صفر الان
كده معاك كوره كانت مريضه بس طبعا الكلين شيت يا جماعه. افتح ايدينا كنت عليك والله. زي ما احنا شايفين رامي. كوره في نص الملعب العادي وهي بتلعب كوره جميله كانت في الملعب. معلش عادي. تريكا كان عايز يخلص. زي ما احنا شايفين الكابتن عندك حارس المرمى الدولي بنقول له يا كابتن عندك في مسار التقايض